أنتم ما تصنعونه لفلسطين ليس فقط للقدس وجامعتها، لفلسطين تصنعون مستقبلا متميزا لنكون جزءا من إنتاج المعرف العالمي. أنتم ستكونون رأس الحرب في هذا المضمار لنقل الجامعة من حالة تعليمية إلى الحالة البحثية التي نطمح إليها. هذا جزء أساسي لازم تفهموه أنتم بالأساس. البحث العلمي اليوم لطلاب الطب ولأي طالب في المجمع الصحي هو من أحد الأساسيات، وليس فقط الحصول على شهادة وأنه تلقن العلوم الأساسية. بدون البحث العلمي لا يستطيع أي طبيب الآن التقدم في مستقبله المهني. %30 من إنتاجنا أنتوا involved فيه، %21 من إنتاجنا لسنة 21-22 أنتوا الليد فيه، يعني مش بس مجرد أنتوا مشاركين، أنتوا الليدرز في هاي الأبحاث. إحنا منثبت وجود فلسطين، مش بس إحنا فلسطين، منثبت وجود القدس والقدس لفلسطين بكل منشور بنعمله. فهي مسؤولية كبيرة عليكم، شكراً كتير لكم. المؤتمر الثاني لنادي البحث العلمي في كلية الطب هو مؤتمر عرضنا فيه مشاريع طلبتنا من أعضاء النادي، من طلبة وخريجي كلية الطب، إنه جزء كبير من هاي العروضات هي منشورة في مجلات عالمية مرموقة تحت اسم نادي البحث العلمي في كلية الطب، كلية الطب، جامعة القدس، مدينة القدس، أند فلسطين.